توماس ويست الممثل الأمريكي الخاص للشأن الأفغاني في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال حول امتناع الولايات المتحدة عن تحويل 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية المجمدة. ليس لدينا ثقة في أن المصرف المركزي الأفغاني لديه الضمانات ونظام المراقبة المطبق في إدارة الأصول بشكل مسؤول، وغني عن القول إن إيواء طالبان لزعيم القاعدة أيمن الظواهري يعزز مخاوفنا العميقة بشأن تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية. إنهاء أطول حروب أمريكا في التاريخ لم يكن قراراً سهلاً، لكن بعد مرور سنة على اتخاذه أصبحنا في وضع أقوى كبلد بفضل قرار الرئيس بايدن، وصرنا أكثر قدرة على التركيز على التهديدات والتحديات والفرص. سنواصل دعم الشعب الأفغاني خلال هذه الأوقات الاقتصادية العصيبة باعتبارنا أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. لقد أظهرنا أننا قادرون على الوفاء بالتزاماتنا الراسخة تجاه الشعب الأفغاني من خلال مختلف الأدوات الدبلوماسية التي لدينا، وبمساعدة كبيرة من شركائنا مثل قطر والإمارات والحلفاء الأوروبيين. لم نفوت أي فرصة في تواصلنا مع طالبان وبالعمل مع شركائنا وحلفائنا حول العالم من أجل الدفاع عن حقوق النساء والفتيات والأقليات. على قائمة أولوياتنا أيضاً وفاء طالبان بالضمانات التي قدمتها بعدم تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهابيين. نعتقد أن أعضاء من شبكة حقاني كانوا على علم بوجود أيمن الظواهري في كابول. بخصوص هذه النقطة، كما هو الحال بشأن حقوق المرأة، أظهر الطالبان عدم قدرة أو عدم رغبة في الوفاء بالتزاماتها. سنحرص على أن مجموعات مثل القاعدة وداعش خراسان ليست في وضع يسمح لها بأن تشكل تهديداً على الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا خارج حدود أفغانستان.